من اهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة انه وجد نفسه مع اليهود في بلد واحد، والقرآن قد بين له عداوتهم وشرهم وخطرهم، والأمة في بدايتها لا تستطيع الحرب لأن الإسلام دين سلام ودين وئام ودين خير، لم يبدأ بالعداوة ولم يبدأ بالمقاومة، وإنما بدأ بالمسايسة. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، عاهد اليهود أن يكونوا في دارهم وفي عملهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من الأحكام في هذه الدولة، وتمت المعاهدة بين يهود بني قينقاع وبين يهود بني النضير وبين يهود بني قريظة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر المدينة من هؤلاء، لأن الإسلام لا يقوم وهذا الشر محيط بالمسلمين. ففعل كل منهم ما أبعدهم عن المدينة، من يهود بني قينقاع وبني النضير. وفي غزوة الأحزاب فعل ببني قريظة جزاء صنعهم بأن قتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم، ثم طهرت المدينة تماما من هؤلاء، فكانت البداية بداية رائعة عظيمة. وعندما تبين غدر هؤلاء قضى عليهم تماما وأجلاهم تماما، فنعم الرجل العظيم ونعم القائد الموحى إليه ونعم الإنسان بهذه العبرة وبهذه الهجرة. نرى الأمة الإسلامية في بدايتها، وقد انطلق المسلمون من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله، وخرج المسلمون من المدينة إلى أرجاء الأرض وإلى أرجاء الدنيا بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دون نظر إلى مال أو إلى جاه أو إلى سلطان. فوطئت أقدامهم عروش الدنيا وأمسكوا بكل قيادات الأرض، ودانت الفرس ودانت الروم. والله جل شأنه يذكر هذه الآيات في ختام حديثنا نتشرف بذكرها. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الهجرة الشريفة في بدايتها وفي نتائجها، نسأل الله أن يجعلها نورا لنا ودرسا لنا في حياتنا وفي أمتنا التي تبغي الرضا والرشاد والنور والسلام والعزة والشرف. هذا نورها
وهذا تاريخها يناديها أن تربط الماضي بالحاضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.